مصر. خلينا نعرف اكيد برضو كواليس هذا النجاح وهذه الطفره سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرمايه معانا على التليفون. سياده اللواء صباح الخير يا فندم. صباح النور، وطبعا انا بشكركم جدا على المقدمه الجميله ديت، يعني انا يمكن سعدت بلقاءات كثيره معاكم في البرنامج طبعا، ولكن الحمد لله يعني ربنا وفقنا ان احنا نقدر نستطيع ان احنا نستضيف مثل هذه البطولات. مبروك يا فندم، نجاح لافت للانظار وشيء عظيم جدا، وكمان مش بس النجاح متحقق في تنظيم وحسن تنظيم واستضافه يعني الوافدين من الرماة والرميات من جميع انحاء العالم، كالعاده مصر في الفتره الاخيره كمان بصفه خاصه الحقيقه في تالق في تنظيم مثل هذه الفعاليات، ولكن كمان الجدير بالتهنئه لحضرتك ولكل القائمين على الاتحاد، فكره السيطره والهيمنه من الرماة المصريين على تقريبا كل الكؤوس اللي كانت موجوده في مسابقات البطوله دي. انا عايز اضيف على كلام كريم سياده اللواء برضو، لان انا فاكره اللقاء مع حضرتك الاخير كنا بنتكلم شويه ان لا احنا لسه مستوانا في الرمايه في افضل كتير، فاحنا دلوقتي بنتكلم ان ابتدى الافضل يظهر ويبان، فخلينا نروح للنقطه دي مع حضرتك. طبعا هو اللي احنا نوصل لهذا المستوى ده كان نتاج مجهود كبير جدا سواء بالتدريب او المعسكرات او المسابقات الدوليه، ولكن نقدر نقول احنا ما زلنا بنطمع في ميداليه اولمبيه وفي باذن الله ميداليات على مستوى العالم، وان شاء الله هنوصل لها. يمكن المجهود الكبير اللي ظهر دوت كان نتاج تعاون بين الاتحاد المصري ووزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه في المساعده الكبيره لانجاح مثل استضافه مثل هذا الحدث. الاتحاد الدولي من ضمن الحاجات الجميله اللي وضعها انه وضع شرط للمشاركه في بطوله العالم ان تكون مصر هي المحطه الاولى حتى تشارك تتاهل وتشارك بطوله العالم. ده ادى نجاح كبير للبطوله في مصر وادى دعم قوي جدا اكيد البطوله في مصر، وبالتالي الرمان اللي شاركوا فيها كان ليهم هدف كبير يشاركوا في مصر ويتاهلوا الى بطوله العالم. حلو. وده كان نجاح لينا فعلا. بالتوفيق دايما سياده اللواء، وتنورنا بقى قريب هنا في الاستوديو ونتكلم عن الخطوات القادمه والاستعدادات وغيره، وان شاء الله يبقى فتره فيها نجاح افضل تحديدا في الرمايه يعني باذن الله. شكرا ليك يا فندم. ونجيب ال 35 كاس في الاسطول هنا ما شاء الله هيملوا الدنيا كلها. بصي من وانا صغيره تحديدا نادي السيد عندنا، يعني انا اصلا نادي السيد، فهناك الرمايه او الشوتينج كنا على طول بنحضر من واحنا صغيرين وبنشوف فعلا. لا النادي السيد من النوادي كمان المتالق جدا طبعًا في الرمايه يعني، فكل التوفيق طبعا باذن الله.